من جانبه أكد الأمين العام لمعهد الإدارة العامة البحرينية رائد محمد بن شمس أن هذه الزيارة جاءت للوقوف على طبيعة الواقع الذي تعيشه فلسطين كي يتم دراسة طبيعة الخدمات التي ستقدمها البحرين للشعب الفلسطيني. بإمكاننا بسهولة أن احنا نتواصل مع الإخوان في فلسطين لنقل الخبرات، لتطوير القيادات، لبناء القدرات، لبناء كل ما يمكن أنه يوصل للمواطن ويغير في حياة المواطن بشكل مباشر.